هذه نار وقودها الناس للحجارة، وخلفها يغيب الآن قسرا مئات الألوف من أحفاد سيف بن ذي يزن الذين اختاروا الاعتصام في ساحة الحرية والتغيير بلا سيوفهم. كانت سيرة الرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن مدة أطول من تلك التي حظي بها بعض الأئمة الزيديين قد شارفت تحت ضغط الثورة السلمية على فصلها الأخير، فوافق الرجل في لحظة وبعد طول مماطلة على التنحي ليقول من قال حينئذ إن السيف اليماني قاطع في غمده. لكن تسلسل الأحداث فيما تلا من أيام وأسابيع قليلة ظل يبرهن وما زال على أن كل شيء يهون في معتقد أهل السلطة إلا تخليهم عنها. وإن ركبوا رؤوسهم سوف نواجههم بكل الوسائل الممكنة. وهكذا ما أن تراجع صالح عن التوقيع على المبادرة الخليجية في صيغتها المعدلة للمرة الخامسة حتى باتت عسكرة المواجهة مع خصومه على ما يقولون هي خياره المفضل في معركته من أجل البقاء. لقد كرر مرات ومرات محاولته استثمار ما يصفه بإرهاب تنظيم القاعدة ليلجم أي تحرك غربي ضده، وسرعان ما اقترن قوله بالفعل عندما سيطر مسلحون على مدينة زنجبار وسط اتهامات المعارضة لقواته بالتواطؤ في تسهيل حدوث ما حدث. ثم بلغت المواجهة ذروتها الدامية بالهجوم العسكري على ميدان الحرية في مدينة تعز وقتل وحرق العشرات من شباب الثورة الذين كانوا يعتصمون هناك. أما الحلقة الأخطر في صراع قيادة صالح مع شباب الثورة فوجدت تعبيرها ابتداء في قصف منزل شيخ شيوخ قبيلة حاشد صادق الأحمر. آنذاك اندلعت المعركة التي لا تزال مستمرة، فجعلت من العاصمة صنعاء ساحة وغى لا تتورع فيها القوات الموالية لنظام الحكم عن استخدام الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ ضد رجال القبائل كما ضد الفرقة المدرعة الأولى بقيادة علي محسن الأحمر الذي سبق أن انضم للثورة. مع ذلك لم يعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بعد ملاحقة صالح قضائيا، ولم يطلب منه قادة الغرب الرحيل على غرار ما فعلوا مع أقرانه في تونس ومصر وليبيا، كما لم يجد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مبعوثا إلى المنطقة لبحث الوضع في اليمن خيرا من مستشاره لشؤون الإرهاب. على اي حال ومع تزايد خطر التحول في طبيعة المواجهة على الارض لم يتراجع شباب الثورة عن قناعتهم بمواصلة اعتصامهم السلمي حتى رحيل الرجل الذي يأبى الرحيل. هم يدركون ضرر العنف المسلح ان انحدرت بلادهم اليه عنوة، في حين يقول هو اي الرئيس صالح على ما نقلت رويترز عن مقربين منه انه لن يترك اليمن ان تركها الا مثل ما كانت حين تولى امرها. هنا يرد يمنيون كثر بالتذكير بأن اليمن اليوم ليست سنغافورة كي يهدد صالح بإعادتها إلى الوراء، لا بل إن ثلث أهلها يعانون من الجوع المزمن، ثم هي في التاريخ يقولون استمرت حتى بعد طوفان نوح على أرضها وبعد انهيار سد مأرب، فلما لا تستمر من بعده وتزدهر؟ ما نسيه الرئيس يرددون هو أن الحكمة في تعريفها العربي الأقدم يمانية والسيوف كذلك.